السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وأتباعه وسلم. اللهم لا سهل لما جعلته سهلا، وإنك لو شئت لجعلت الصعب سهلا. السكند لاير اوف ذا سول اوف ذا فود، زي ما اتفقنا يا جماعة، الفيرست لاير والثيرد لاير اوف ذا سول اوف ذا فود زي بعض، ثلاثة ماسلز. لكن السكند لاير والفورث لاير 2 و4 دول زي بعض، اتنين تندونز واتنين ماسلز. ادي بقى السكند لير، فين بقى الاتنين تندونز؟ طبعا التندون اللي متلون هنا لون اصفر ده، وزي ما انت شايف ده جاي من الباك اوف ذا ليج، وكان معدي بيهايند اللور بارت اوف تيبيا، ونزل هنا هو بقى في السكند لير. وايه ده؟ ليه اربعة تندونز ورايحين لللاترال فورتوز اللي هم الديجيتس؟ يبقى ده اكيد تندون اوف فليكسور ديجيتورام لونجس. الفليكسور ديجيتورام لونجس يا جماعه بتعدي زي ما اتفقنا طبعا ورا الميديال ماليولس، ونزلت اهي في السكند لاير. اول لما بتخش في السكند لاير اوف سول اوف ذا فود بتعمل كروسنج للاخ الابيض دون اللي رايح للبيك تو، ده بقى التندون التاني بتاعنا اللي في اللير دي اللي هو الفليكسور هالوسيز لونجس. طبعا بعد ما عملنا كروسنج للفليكسور هالوسيز لونجس تندون، بتتقسم بقى لاربعة تندونز عشان تروح الانسيرشن بتاعها في البيز of the distal phalanx of the lateral fortus. بعد كمان في عندي التندون التاني اللي هو التندون بتاع الفليكسور هالوسيز لونجس. التندون of flexor has longest one passing behind the lower part of tibia behind the back of the lower end of tibia، ويروح معدي على حفرتين. بيعدي في الحفرة دي يا جماعة، بيعدي في جروف على الباك of talus bone دي التيلس، بيعدي في جروف على الباك of talus، وبعدين بقى بيخش السول اوف ذا فود، فيروح معدي في الحفره دي. طبعا دي يا جماعه الكالكينيوس من تحت، البلانتر سيرفيس اوف كالكينيوس او الانفيرو سيرفيس اوف كالكينيوس. الكالكينيوس فيها الحته البروجكتنج دي يا جماعه اللي اسمها ساستنتاكولم كيلاي، وشايف على الاندر سيرفيس بتاعها من تحت في الحفره دي عشان يعدي برضو فيها التندون اوف فليكسور هالوسيز لونجس. التندون اوف فليكسور هالوسيز لونجس بيعدي في حفرتين، حفره في الباك اوف تيلس وحفره على الاندر سيرفيس اوف ساستنتاكولم تيلاي. طيب رايح فين بقى التندون اوف فليكسور هالوسيز لونجس ده وانه ماشي ستريت كده على طول على الميديال اسبيكت؟ عشان ده يا جماعه هالوسيز، فاكيد انسيرتد في البيز اوف ذا ديستال فالنكس اوف ذا بيج تو. دول التو تندونز، فليكسور ديجيتورام لونجس وفليكسور هالوسيز لونجس. طب الماسلز بقى، ماسل قدام التندون اوف اكستنسور ديجيتورام لونجس، وماسل ورا الاكستنسور ديجيتورام لونجس. فادي التندون اهو الاصفر، وراه في عضله وقدامه في عضلات. العضله يا جماعه اللي ورا التندون اوف اكستنسور ديجيتورام لونجس، دي عضله بيتقال عليها فليكسور، سوري التندون اوف فليكسور ديجيتورام لونجس. فطبعا يا جماعه ورا الفليكسور ديجيتورام لونجس في عندي بقى العضله اللي اسمها فليكسور ديجيتورام اكسسوريس. الفليكسور ديجيتورام اكسسوريس دي يا جماعه طالعه من الميديال سيرفيس ومن الانفيرور سيرفيس اوف كالكينيوس، فميديال اند لور سيرفيس اوف كالكينيوس، طبعا مينلي من اللور سيرفيس. كل دي نبص نلاقي العضله دي رايحه انسيرتد فين؟ انسيرتد في التندون اوف فليكسور ديجيتورام لونجس. طب رايحه ليه في تمسك في الفليكسور ديجيتورام لونجس؟ خلي العضله دي تعمل كونتراكشن،
العضلة دي لو شدت يا جماعة هتخلي التندونز اوف فليكسور ترام لونجس مش مايعة كده. ايه التندون اوف فليكسور ترام لونجس والتندون دي اللي ماشية اوبليكلي كده هتشد ازاي دي على الصوابع؟ هتشد على الصوابع كده بالجنب. طبعا ان احنا عايزين عشان نعمل فليكشن الصوابع دي لازم نعمل فليكشن ستريت لورا عشان نعمل بلانتر فليكشن او فليكشن للصوابع دي. هي دي بقى مهمة يا جماعة الفليكسور ديجيتورم اكسسوريس او بيتقال عليها كمان كوادريتس بلانتي مصل. العضلة دي ما بتشد بتخلي التندونز اوف فليكسور ديجيتورم لونجس ستريت وكل واحدة فيها ان لاين مع الصباع بتاعها على نفس الخط بتاع الصباع عشان يبقى الكونتراكشن مؤثر من قدام لورا فيحصل فعلا فليكشن للصوابع دهية. فده يا جماعة المصل دي بتعمل ستريتنينج او برينج التندونز اوف فليكسور ديجيتورم لونجس in line with the toes اللي بتأثر عليها. قدام بقى الفليكسور ديجيتورام لونجس في عندي ايه؟ اربع عضلات. اربع عضلات يا جماعة دول اللي هم مين؟ دول اللي اسمهم لامبريكلز. لامبريكلز مسلز. اللامبريكال ماسلز دول يا جماعة واخدين اوريجين من الادجيسنت سايدز طبعا من الادجيسنت سايدز of the tendons of flexor digitorum longus. دول يا جماعة لامبريكلز. اللامبريكلز بتاعت بقى الرجل تقول لك وش معنى يعني بتاعت الايه الهاند. فانا زي اللامبريكلز بتاعت الهاند بالظبط. التندونز شايف رايحة فين؟ بتلف نهو ونهي ورجع الورا عشان تمسك زي في الأبر لين بالظبط في الإكستنسور إكسبنشن of the lateral four toes. اللامبركلز دي يا جماعة بتشتغل بالظبط نفس الحركات بتاعة اللامبركلز اللي في الهاند. بتعمل لك فليكشن للميتا تارسو فالينجل جوينت وبتعمل إكستنشن للإنتر فالينجل جوينت of the lateral four toes. العضلتين دول يا جماعة سبلاي بـ العضلتين دول يا جماعة سبلاي بـ اللاترال بلانتر نيرف. كله كل الفليكسور جيتورم اكسوريس وكل اللامبركس سبلايد باللاترال بلانتر اكسبت دي انت تقول لك عيب عليا وانا الموست ميديال لامبركل. اكيد هاخد بقى من النيرف الناحيتي اللي هو الميديال بلانتر نيرف. فكل الجماعه التو ماسلز اللي عندنا في السكند لاير سبلايد باللاترال بلانتر except the most medial lumbrical. تقول لك ده انا medial فلازم ابقى تبع الميديال بلانتر. ده يا جماعة السكند layer of the sole of the foot. نيجي بقى كمان بقى للثيرد layer of the sole of the foot اللي هي زي بالظبط الفيرست layer. الفيرست layer يا جماعة كانت ثلاث عضلات وكذلك الثيرد layer of the sole of the foot ثلاث عضلات. الثلاث عضلات دول يجتمعوا في ايه؟ يجتمعوا في النيرف سبلاي كلهم سبلايد باللاترال بلانتر. فاكرين طبعا اللاترال بلانتر ده اللي هو ايه احنا اتفقنا بيخش الفوت نيرفين واحد رايح على اللاترال اسبكت اسمه لاترال بلانتر وواحد على الميديال اسبكت اسمه ميديال بلانتر. احنا عندنا العضلات الثلاث عضلات دول سبلايد باللاترال بلانتر ما عدا مين؟ ما عدا العضله اللي اسمها الادكتور هالوسيز دي. الادكتور هالوسيز بتاعت الصباع الكبير دي سبلايد بالميديال بلانتر. الثلاث عضلات دول بقى عباره عن ايه؟ الثلاث عضلات دول عباره عن اتنين فليكسور
بينهما واحدة أدكتور، اتنين فليكسور، واحدة فليكسور للصباع الكبير، تبقى أكيد فليكسور هالوسز. طبعا أنت هتقول هو أنت هتحط لي كل فيديو تقول لي فليكسور هالوسز، ما احنا يا عم في الباك اوف ذا ليج خدنا فليكسور هالوسز لونجز، والتندون بتاعها خدناه وهو ماشي لسه اهو في الفيديو في من خمس دقايق في السكند لاير اوف ذا سول اوف ذا فوت. فدي بقى تبقى اكيد مين اذا كانت اللي فاتت الفليكسور هالوسز اللونجز، فدي واضح بقى القصيره بتاعتنا اللي هي الفليكسور هالوسز بريفيس. الصباع الصغير يقول لك وش معنى الصباع الكبير وانا اقل منه يعني؟ ما تزعلش يا سيدي، خد لك انت كمان فليكسور بتاع الصباع الصغير، فليكسور ديجيتي مينيمي بريفيس. فانت عندك على الموست لاترال والموست ميديال اتنين فليكسورز. طبعا الموست ميديال الفليكسور بتاع تل الصباع الكبير فليكسور هالوسيس بريفيس، والناحية الصباع الصغير فليكسور ديجيتي مينيمي بريفيس. بينهما بقى الادكتور دي بتاعت الصباع الكبير فيتقال عليها ادكتور هالوسز مصل، عشان احنا اتفقنا كل عضلة رايحة للصباع الكبير تبقى هالوسز ماشي. وانا ما تاخذونيش يعني لو انا مثلا بقول ادكتور بوليسز جت معاه مرة بدل هالوسز، عشان طبعا يعني ايه على نفس المنوال واحنا لسه مخلصين الابر ليم وكنا قاعدين نقول بوليسز 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 وتهرينا بوليسز، فالواحد بقى دلوقتي ممكن عادي يعني زلت لسان، معلش ما تاخذونيش لو قلت مره بوليسز تعرفوا ان انا قصدي ايه الهالوسز. نبص نلاقي يا جماعه في عندي بقى مصل مصل من دول الفليكسور هالوسز بريفيس. الفليكسور هالوسز بريفيس دي يا جماعة اهي الرسمة دي احلى عشان نعرف الاورجين بتاعها. دي طلع من العظمة دي، طبعا زي ما انتم عارفين ده التارسال بونز، طبعا دي كعب رجليك الكالكينيوس اللي فوقيها دي التيلس، قدام الكالكينيوس دي مين؟ دي الكيوبويد بون. فدي يا جماعة العضلة الوحيدة اللي واخدة اورجين اهي وطلع واتاتشد للكيوبويد بون. طلع العضلة دي اللي اسمها الفليكسور هالوسيس بريفيس من الكيوبويد بون ورايحة عشان تبقى انسيرتد باتنين تندونز، تندون على الميديال اسبكت وتندون على اللاترال اسبكت of the base of the proximal phalanx of the big toe. two tendons على الجوانب كده on each side tendon في البيز اوف ذا بروكسيمال فالينكس اوف ذا بيج تو. الاكشن بتاعها ايه؟ الاكشن بتاعها على الجوينت اللي احنا معديين عليها دي بتعمل فليكشن للميتا تارسو فالينجيال جوينت اوف ذا بيج تو. نيجي للفليكسور ديجيتي مينيمي بريفيس. فليكسور ديجيتي مينيمي بريفيس دي يا ترى طالعه منين؟ دي طالعه من البيز of the fifth metatarsal bone. Base of fifth metatarsal. رايح عشان تبقى inserted فين دين؟ رايح عشان تبقى inserted في lateral side of the base of the proximal phalanx. أكيد مدام ديش تمانين تبقى في the base of the proximal phalanx of the little toe. الأكشن بتاعها زي اختها اللي عنها التانية. بتعمل flexion للmetatarsal phalangeal joint of the little toe. نيجي بقى للادكتور بوليسز. شفت غلطت قلت ايه بوليسز بدل ايه هالوسز، فزي بقول لك ما تاخذونيش دايما انا بتلخبط فيهم. نبص نلاقي الادكتور دي بقى هالوسز قطعيه شبه بالظبط الادكتور اللي احنا كنا بناخدها في الهاند اللي هي الادكتور بوليسز. الادكتور هالوسز ايه اللي شبهها في الادكتور بوليسز؟ مش كانت يا جماعه الادكتور بوليسز ده هي ليها اوبليك هيد وليها ترانسفيرس هيد؟
ايه رأيك بقى في الادكتور هالوسيس دي؟ اوبليك وترانسفيرس هيدز. نبص ليه يا جماعة، هنا الاورجن بقى بتاع الاوبليك هيد طالع منين؟ الاوبليك هيد طالع من البيز of the second third fourth metatarsal bones. طب الترانسفيرس هيد طالع من الكبسول ومن الليجامنتس بتاعت اللاترال فور ميتا تارسو فالينجيال جوينت. الكبسول والليجامنتس بتاعت اللاترال فور ميتا تارسو فالينجيال جوينت يا ترى انسيرتد فين؟ دي واضحه انها ادكتور بوليس، بتعمل ادكشن يعني بتشد الصباع الكبير لمين؟ للسنتر اوف ابدكشن وادكشن. احنا اتفقنا يا جماعه السنتر اوف ابدكشن وادكشن اللي هو مين؟ السنتر اوف ذا سكند تو. عشان طبعا تشد الصباع الكبير ديا للسكند تو يبقى لازم انسرتت في المكان ده بالذات، انسرتت في اللاترال سايد يعني ناحيه السكند تو، انسرتت في اللاترال سايد عشان تشد الهالوسيس بتاعنا دون للسكند تو. فانسرت في اللاترال سايد اوف ذا بيز اوف ذا بروكسيمال فالينكس اوف ذا بيج تو. بيز اهو اوف ذا بروكسيمال فالينكس اوف ذا بيج تو. والاكشن بتاعها اسهل اكشن في الدنيا من اسمها ادكتور هالوسز، يبقى اكيد بتعمل ادكشن للصباع الكبير للمكان اللي احنا متفقين عليه اللي هو السنتر اوف ذا سكند تو. دول يا جماعه الثلاث عضلات بتوع الثيرد لاير زي بالظبط الفيرست لاير، فالفيرست لاير والثيرد لاير ثلاث عضلات. بعكس بقى الفورس لاير، الفورس لاير دي مين؟ اهي الفورس لاير زي السكند لاير، تو تندونز وتو ماسلز. مين التو تندونز؟ ادي يا سيدي اول تندون اللي جاي من اللاترال جروب of the leg. عضلة في اللاترال جروب of the leg وراح تدخل اهي من اللاترال بوردر of the sole of the foot وماشيت اهي كده هو بالعرض او obliquely رايحة عشان تبقى inserted في المكان بتاعها في البلانتر aspect of the medial cuneiform bone والbase of the first metatarsal bone. مين دي بقى ان شاء الله؟ ده التندون الشهير بتاع البيرونيس لونجس ماسل، او بنقول عليها كمان فيبيولاريس لونجس ماسل. فالرسمه دي عشان قديمه مكتوب بيرونيس، او زي ما اتفقنا الجديد بتاعها فيبيولاريس لونجس ماسل. بالنسبه طبعا لبتوع طب القاهره يبقوا يلتزموا بكلمه بيرونيس عشان ده اللي ساري عندهم الاسم القديم ده هو. نبص نلاقي بعد كده في عندي بقى التندون ده. ايه التندون ده بقى؟ ده التندون اوف تيبياليس بوستيرور اللي هو ماشي بيهايند الميديال ماليولس، وبعد ما ماشي بيهايند الميديال ماليولس بقى نازل يروح معدي على الميديال اسبكت اوف ذا انكل جوينت، فبالتالي هيبقى ريتد للميديال ليجمنت اوف ذا انكل جوينت اللي عامل زي المثلث ده اهو. وعشان كده قال لك ده عامل زي المثلث يبقى عامل زي الدلتا وسموه دلتويد ليجامنت. فبيبقى التندون اوف تيبياليس انتيرو ده يا جماعه ريليتد للميديال ليجامنت اوف ذا انكل جوينت اللي اسمه دلتويد، وبيكون معدي ديب هنا هون للفايبرس تيشو اللي هتلزقه في مكانه. زي ما انتم عارفين السكننج باند اوف فايبرس تيشو او سيكنينج باند اوف ديب فاشيا اللي بيلزق التندونز في مكانها بتقولوا عليه ايه؟ هنا يا جماعه ربنا عمل لي ريتيناكولم اسمها فليكسور ريتيناكولم، لزق التندونز هنا هو دي في مكانها، هو بيكون معدي ديب للفليكسور ريتيناكولم وماشي على الدلتويد ليجمنت، وبعدين يروح ماشي داخل السولوف زفوت. هو داخل السولوف زفوت بيروح معدي بيلو الليجمنت اللي شايل الهيد اوف تيلس، ليجمنت مهم جدا في الفود اسمه سبرينج ليجمنت.
وبعدين بقى ما دام دخلنا السول اوف ذا فوت، يلا بقى نتقسم ونبقى انسيرتد مينلي في مين؟ انسيرتد مينلي في التيبروزتي اوف نيفيكيولار بون. وبعدين تقسم لسليبس كده هو نساير نساير، تبقى انسيرتد في كل التارسال بونز ما عدا العظمه الوحيده اللي ما اقدرش اجيبها من تحت لانها موجوده فوق على قمه التارسال بونز وملهاش سيرفيس بس من تحت عشان تبقى انسيرتد في العضله دي. طبعا اللي على القمه دي تبقى مين؟ فاحنا عندنا تيبيالس بوستيرو انسيرتد في كل التارسال بونز ما عدا التيلس. زي دي على فكره كمان بتبقى انسيرتد في البيز اوف ذا سكند ثيرد فورس ميتا تارسال بونز. هدول التو تندونز اللي ريليتد للفورس لاير اوف ذا سول اوف ذا فود بيرونيس لونجس اند تيبيالس بوستيرو. وطبعا ما اقولكش بقى على الاهميه بتاعتها كده وهي لازقه في العظم بالمنظر ده وريليتد للعظم بالمنظر ده انها دي اللي شايله لك الارش اوف ذا فود. طبعا ده اهم فاكتور بيحافظ على الترانسفيرس ارش اوف ذا فود اللي هو التندون اوف فيبيولاريس لونجس او برونيس لونجس ده، والتندون اوف تيبيالس بوستيرو بيحافظ على الميديال لونجيتودينال ارش. نيجي بقى للتو ماسلز. التو ماسلز اللي هنا بقى مين؟ الماسلز اللي ما بين عظم، يبقى اسمهم انتروسياي. الانتروسياي في منهم ثلاثة بلانتر وأربعة دورسال. فأنت عندك سبعة ماسلز، البلانتر والدورسال انتروسياي ثلاثة وأربعة. الماسلز دي كلها يا جماعة النيرف سبلاي بتاعها بلا استثناء لاترال بلانتر نيرف. لاترال بلانتر نيرف الانسيرشن بتاعها كلهم واحد مع اخواتهم اللامبركلز زي بالظبط في الهام، مع اخواتهم اللامبركلز برضو هيلفوا لك كل ورا عشان يبقوا اتاتش لمين؟ للوسعايه اللي على البروكسيمال فالنكس بتاعت الصوابع هنا، هون بقى بتاعت الرجل على التوز اللي اسمها الاكستنسور اكسبنشن اوف ذا لاترال فور توز. نيجي اولا بقى للاورجن بتاع ال بلانتر انتروسياي. البلانتر انتروسياي دول ثلاثة بيكونوا طالعين من الشافت of the third, fourth and fifth metatarsal bones. ايه الاكشن السبيسيفيك للبلانتر انتروسياي؟ زي بالظبط في الهاند بيعملوا adduction of the toes. بيعملوا adduction of the lateral three toes. adduction لللاترال three toes. وطبعا بيعملوا adduction يعني بيقربوا الثلاث صابع دول للcenter of the second toe. هتقول لي الله طب ليه ما فيش بلانتر انتروسيس ماسل للصباع الكبير عشان نعمل له adduction؟ معنا خدنا يا جماعه لسه في اللايرز اللي فاتت الادكتور هلوس، فعشان البيكتو له الادكتور بتاعته مالوش بلانتر انتروسيس ماسل. طب ليه ما فيش للصباع الثاني؟ الصباع الثاني يا ابني هو ده الادكشن، فهو ان انت تقرب للصباع الثاني ده للسنتر بتاعه هو ده الادكشن. فلا السكند تو ولا البيك تو لهم بلانتر انتروسياي لانهم واحده ليها ادكتور خاصه بيها وواحده هي الادكشن نفسها. نيجي للدورسال انتروسياي، دي بقى طالعه من الادجيسنت بوردرز اوف ذا ميتا تارسلز. ادجيسنت بوردرز اوف ذا ميتا تارسلز. وطبعا الانسيرشن بتاع الدورسال على البلانتر مع اللامبريكال كله رايح على الاكستنسور اكسبنشن اوف ذا توز. يا ترى بتعمل ايه بقى الدورسال انتروسايد دول؟ بيعملوا ابدكشن. بيعملوا ابدكشن لمين؟ بيعملوا ابدكشن للسكند والثيرد والفورث تو للميدل
للميدل 3 توز دول. ابدكشن للميدل 3 توز 2 3 4. طبعا السكند تو ليها ابدكشن، ان انا العبه من السنتر اوف ذا سكند تو، اجيبه يمين وشمال. طب ليه يا جماعه مفيش ابدكتور للصباع الكبير؟ مفيش دورسال انتروسياي للصباع الكبير ولا الصباع الصغير؟ ايه مالهمش ابدكشن؟ فاحنا بقى خدنا يا جماعه ان في ابدكتور هالوسز وفي ابدكتور ديجيتيمني. فعشان في ابدكتور هالوسز وابدكتور ديجيتيمني يبقى احنا محتاجين بس نعمل ابدكشن بالدورسال انتروسياي للميدل 3 فينجرز اللي هي 2 3 4 سوري توز، ال 2 3 4 توز ماشي. ويبقى ده يا جماعه اللايرز اوف ذا سول اوف ذا فوت. Thank you for good listening and good luck.